عجبتكم؟ خدمت انا وحدي، انا اللي صممتها وانا اللي سمعتها بنفسي. كما يقولون معكم صوفيان، وحتى من هذه الايام سمعتوا بكلمة E3. فهذه الكلمة في هذه الايام اصبحت تتكرر بشدة، واي لعبة نسمعونها يقولك سيتم الاعلان عنها في E3، ولا هذه توقعاتي لـ E3. ولكن ما هو معرض E3؟ فE3 هو معرض يقام كل عام في مدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية، وE3 هي اختصار لإلكترونيك إنترتينمنت إكسبو، للمعرض الترفيه الإلكتروني. في هذا المعرض الشركات في كل عام تقوم باستعراض آخر ألعابها، آخر تقنياتها، ما هي المشاريع التي هي في تعمل عليها. أيضا إنها فرصة لكي يتكلم المطورون مع اللاعبين، يجربون ألعاب، يقدمون لهم هدايا، يتكلمون معهم، يأخذون أراهم، شركات يعطيو لهم أماكن إنهم يجربوا أشياء جديدة ويجربوا آخر ألعاب حتى قبل ما تنزل. لكن تجد الإشارة إنه ليس هذا المعرض هو الوحيد، أيضا لدينا معرض يقام في شهر أود اسمه Gamescom، وهذا شوفوا الولايات المتحدة الأمريكية عندها E3، الاتحاد الأوروبي ما عنده ولا شيء، فقاموا بإنشاء Gamescom من أجل إنه يكون عندهم تنافس، وعلى الأقل إنه أوروبا عندها شيء. فيقام Gamescom كل عام في أود في ألمانيا، واللي هو نفس الأشياء، شركات راح تحضر، راح تعطينا آخر أشياء، راح اللاعبين يجربون الألعاب، يقدمون لهم هدايا، ركزوا على الهدايا، يقدمون لهم هدايا، يجربون الألعاب، يتشاورون، يعطيو لهم إعلانات، نفس الأشياء اللي تحدث في E3 نفسها راح تحدث في Gamescom. ولكن Gamescom نوعا ما مخصص لعامة الناس، يعني الناس تم تصميمه لكي يستقبل الناس، لكي حين انه E3 نوعا ما اكثر رسمية، اكثر مختص بانه شركات وصحفيين وكذا، بالرغم انه فيه الناس ويدخلون عامة الناس فيه، ولكن Gamescom اكثر انفتاح من E3. وبالمناسبة عندنا يوتيوبر جزائري اسمه المارياتشي، دائما 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 ما يقوم بتغذية هذا المعرض Gamescom. كنت تريد انك تعرف شخص جزائري يقوم بزيارة هذا المعرض، فالمارياتشي يقوم بها. ايضا انه هذه الايام لو لاحظتوا انه يوجد معرض اسمه كومبيتكس ومقره في تايوان، وهذا المعرض انه مختص بالهاردوير، يعني لا يوجد به العاب وانما يوجد به عتاد للاعبين، رامات، ماذر بوردات، معالجات، خاصة معالجات الايام دي رايزن 3 اللي الشركات تعطي منتجاتها مخصصة للاعبين. أيضا لدينا في بداية كل عام يسمى CES، هذا مختص نوعا ما بالتقنية والإلكترونيات من هواتف، شاشات، حواسيب جديدة، ولكن دائما فيه لاعبين، بالتالي ليس له، فبالتالي CES ليس مركز كثير باللاعبين، ولكن فيه إعلانات خاصة باللاعبين، شاشة مخصصة للجيمر، كيبورد جديد مخصص للجيمر، معالجات جديدة، يعني مختص بالإلكترونيات ولكن الجيمر موجودون. لكن مش ننساو معرض الكوميك كون، واللي هو عبارة عن معرض للأزياء التنكرية، إن كنت تحب شخصية نوع، فإن كنت تحب شخصية قولوا لوفي، ناروتو، ايرون مان، مارفل، وأي شخصية افتراضية أنت تحبها، فالناس راح يتنكرون بها وراح يروحون وتلتقط صور وتفوت يوم جيد، تفوت نهار هايل، هذا هو المهم من وراء كل هذه المعارض. ايضا نحن في الجزائر عندنا معرض اسمه فيبدا، واللي هو فيستيفال انترناسيونال دو لا بون ديسيني، رسوم متحركة، مش شيء قوي ولا مش راح تعلن عنه شركات في العاب، ولكن هو عبارة عن انه الناس يتلموا يجتمعون ويشجعون ويلبسون لباس تنكري واشياء مثل هذا قابل، يعني مش قوي مثل E3 ولكن على الاقل عندنا شيء. فنتمنى في المستقبل انه يكون عندنا اشياء ولا مؤتمرات ولا معارض ولا شركة تأتي الجزائر، مرحبا بك، مرواحوا شوية، انه المجتمع اللاعبين الجزائريين في تطور، في تحسن، كل يوم نحن افضل، في كل يوم نحن اقوى. وهذا هو كانت اهم المعارض والاهم الاشياء اللي عليكم تعرفها. بالتأكيد يوجد قائمة طويلة من المعارض، يوجد قائمة طويلة ما قدرش اني تكلم عنها كلها، فبالتالي شاركني في تعليقاتي من اي معرض ما تكلم هدرتش عليه ولا. وكالعادة كان معكم صوفيا، نشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله، سلام. كل عام الشركات كلها تقوم ايضا نحن في الجزائر عندنا معرض اسمه فيبدا، واللي هو فيبدا فيستيفال انترناسيونال دو لا بون ديسيني دالجي.